أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا برحمتك، آمين. ربي أعن ويسر وبارك فيه ولا تعسر، آمين آمين. وبعد بحول قوي خوي تبارك وتعالى لجلسي سد نود لتدريس كتبي الفقه المنهجي جلدي دوم لاقريشستو يك لسر مبحثي ركني ولاية بولا يا ركني ولي بولا نكاحا قيشتين أو شوينيكوا أشي ولي شرعيتاني كهبت بحثي كر أبي إسلامي هبتو عدالتي هبت، بلوغي هبت، عقلي هبت، السلامة من الآفات المخلة بالنظر هبت، وأن لا يكون محجورا عليه بسفين إسا لبندي زاي دا علي أن يكون حلالا. حلال بياني شي حلال بياني كسيق نبيك لحيني إحراما، يعني لإحرام دا نبيت محرم بحج يا عمر نبيت. أثني فلا يزوج المحرم بحج أو عمرة غيره وهو محرم. پس کسی کوا محرم بحج یا عمره و لحینی احرام حج و عمره غیری خوی نادا بشو لحاله که هنوز و لحرامه و هو محرمون لحاله که لحرامه بوچی لما سبق من قوله صلی الله علیه و سلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، یعنی نه کسی بنکاحی کسی کی تر در بیره و نه جنیج بنکاحی او در بیریت. اما رواه مسلمون باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته خطبته. جاء مسألة لبين زنايانا أمام مذهب إمام شافعية، مذهب إمام مالكة، مذهب إمام حنبلية، إمام أحمد بن حنبل لسر أم رأيا. بلام إمام أبو حنيفة رحمة خوالي بي وهر وهادو شاقردكي يا دو رفيقكي دو صاحبكي أبو يوسف ومحمد لسر أونك مشكلة كينية كسيلة إحرامايا جن بخوازي يا جن بدات شو وحروها داوايش بكا خاستقاريكا. بلام اي جن اگر هاتو جني خواست، يعني لو انما جني عقد كرت ناوي دخولي بيبكا تا زمانك الاحرام بيتدر، شون تبا اتفاق جماع مفسدي حجة افساد كنندي حجة. استدلال بچي اكن امان مقام حديثي لسرني لا ينكحو، استدلال بحديثان اگا كان حديثيكا كلا صحيح بخاري دا وارد بوا لأبو داود وللترمذي وغيره دا ابن عباس روايتيك أفرمي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث وهو محرم. ابن عباس أفرمي پیغمبر عليه الصلاة والسلام ازدواجي كرتكي ميمونيك چي حارث لكاتك لإحرامي جابو، وعلى صحيح بخاري روايكيش ابن عباس. وهروها چند روايتي كيج لبعض الصحابة وكو لكتبي شرح معاني الآثار إمام تحاويدا لبي نقل كالت ابن مسعود وابن عباس ولأنس رضي خوان لبي كقوايا مشكلة النبي. بلام روايتك ابن مسعود كسيري أكي إبراهيم النخعي رضي خوان لبي لابن مسعود روايتي كذاك إبراهيم النخعي ابن مسعود نبيني نوعي انقطاعي هاتي هات چند خو إبراهيم النخعي كاتيك أيجي قال عبد الله بن مسعود إبراهيم النخعي لا أسود ولا علقم ولا مسروق ولا أوان روايتك أوان شلة بن مسعود ولخل بي منقطعة نهاية النوعي انقطاعي هاتي النوع حديثك قوينية. إنك ابن عباس كي سبح سيكين إنك أناس روايتك راوك وقواي وتبتي مشكلة كيتي يعني. لا كتبي ابن حجر فتح الباري جلدينو لفريسد وشستو بنج ألي أم حديثي ابن عباس لقل حديثكي عثمان رضي خوالي بك أو حديث سيس أخوان من لا ينكح المحرم ولا ينكح ظاهرا معارضة يعني لولا حديث يجي نكاح نكاح لم لا يجي بك. أفرمي ابن حجر رحمة خوالي بي يجمع بينه وبين حديث ابن عباس بحمل حديث ابن عباس على أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم يجي من آوى جمع أكمه بيجم أو جريانك جرياني ابن عباس نقليك من يجم لخصائص بيغمبر عليه الصلاة والسلام.
قال ابن عبد البر اختلف الآثار في هذا الحكم. يجي آثار لم حكم دا مختلفة، لكن الرواية أنه تزوجها وهو حلال جاءت من طرق شتى. إذا حال أم روايتي ابن عباس كيجي تزوج ميمونة، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارس وهو محرم، لكن كسي تجي رواية كراوة كيجي حلال بو محرم نبو. يعني خدي روايتك ابن عباس دوسي كسي تر روايتي عن كردك لإحراما نبو. ابن عبد البر أثرمي أويكهات وتزوجها وهو حلال جاءت من طرق شتى، لطرقك متعددة وهاتوا. وحديث ابن عباس صحيح الإسناد، من فقه حديثة تركاب رأي جيمة صحيحة صحيحة أفهم قمشو بيشي هاتيا. حديث ابن عباس صحيح الإسناد لكن الوهم إلى واحد أقرب إلى الوهم من الجماعة. بلام ابن عباس أمي وتوجهن كسي كتر وتياننا لمحر إحراما نبو. احتمالي هي كابن عباس وهمي كرد بيت، إذا ممكن الراوي بيج يكي بيج ديشاد يقنفر لابن عباس روايتي كردوه نا چن كسي كشتازه لابن عباس روايتي عن كرده عكرمة مجاهد جابر بن زيد سليم بن أسد عطاء بن أبي رباح أم پنج تابعيه وتحتى يكي كتريش كي ناوكي لبير منما أم پنج كسي لابن عباس روايتي نقله كم بس ابن عباس متأكدة لسرم خي والله محتمال يزي ابن عباس شي برضا إخوان لبي وهمي كرده بي لبي شون أوكات ابن عباس منالك بوه. نهاية وقت رسول الله عليه الصلاة والسلام وفاتي فرموا ابن عباس دسالي بوه دي أم دوريج شايت هر أو كاتبوا يعني أخيري آية فتح مكز آية حجة الوداع آية عمرة القضاء الله أعلم عمرة القضاء بيت ابن عباس منالي بوه. بهرحال ابن عباس أفرمي أما ابن عبد البر أفرمي أمو احتمالي هز وهمي كردي بيت شون وهم بو نفريك احتمالي فرترتا وهم للاي جماعتك. فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا، يجي ابن عبد البر أقل يوسأمدو خبر متعارض فتطلب الحجة من غيرهما. بس كات تعارض بشاد أو بحسيك لأصول فقه تبرو رفع تعارض شو نكري لرح حجة لغير أمانة. وحديث عثمان صحيح في نكاح المحرم فهو المعتمد. حديثك عثمان صحيح بس أو أكري. حديثك ابن عباس أرزم كرت شن كسر روايتي عن ليك الدواء بلام شن كسي كيتر حر أم جريانك ابن عباس نقليك نقلي عن كذو فرمي أنا بيغمبر عليه الصلاة والسلام محرم نبو. مثلا لروايتان كافرزن روايتي أبي رافع رحمتي رزاي خواهي لبك صحابس لبهقي شوارد بو أحمد وترمزي وغير روايتي عن كذا ألي أبو رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها وهما حلالان. بيغمبر عليه الصلاة والسلام نكاحي ميموني كرد لحالك هردو حلال بو. بس أمر روايتك كأبو رافع إشك الصحابي كنقل أكا أليق وبيغمر عليه الصلاة والسلام لا إحرام نبو. أمر روايتك أردو كلا أحمد والترمذي ظاهرا صحيح. وروايك كتلة تابعين يزيد بن الأصم، يزيد بن الأصم ميمونة أكات خشكي دايكي يا خشكي بابي هروها ابن عباسي جروا سبه ميمونة. يزيد بن أصم لبيهقي دار رقم 4202 أفرمي سندكي آواسا. أخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا ابن أبي إسحاق قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان ثقة، أخبرنا الشافعي ثقة، أخبرنا سفيان ثقة، عن عمرو ثقة، عن يزيد بن الأصم ثقة وهو ابن أخت ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو حلال. فغمر عليه السلام كاتك ونكاح ميمونة فرمو لإحرام نبو. حدثك رجال ثقات إسناد متصل سندك قوي وحديثك صحيح. يعني كان رواية آوى يزيد بن أصم اشتريته أبو رافع اشتريته أماما دي ما دام يسجن كسي نقل أم روايتان نقل كذا روايتك ابن عباس لولا هس خدي أم نقلة متعارضة لولا شر روايتك إمام عثمان هس دي كوابي اللي راكجي روايتك إمام عثمان بشكل ووستبيني للصحيح البخاري شوارد بوا إمكاني هس حديثك كذي وهمي راوي جبت إمكاني هس. جاء إمام تحوي البتة حديثك تنقل كلا أبو هريرة
لشرح معاني الآثار رقم 4204 ألي حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا كامل أبو العلاء يا أبو العلاء عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم أم روايتيج لأبو هريرة نقلك كبيغمبر عليه الصلاة والسلام لكاتي إحراما ازدواجك البام راوية كاني أم روايته سليمان بن شعيب إنساني كي سيقز إمامي سمعاني يجي سيقز خالد بن عبد الرحمن ابن حجر لباريع يجي صدوق له أوهام ذهبي يجي ضعيف ووثقه جماعة كاملي أبو العلاج ابن حجر يجي صدوق يخطئ فاز أم روايته احتمال خطأي في رواياتها تماشا دو كسيهاتها كم دو كسا أفرادك كي أوهام يانز لنقل روايته خطايا ناس حتى كسي يكي كان تضعيف إشكرياقه جماعة التوثيق يعني جماعة التوثيق فإذا من رواية الروايتي كي صحيح نية يعني روايتي كني قابل احتجاج به أما يكي إمامي تحاويل لشرح معاني الأسرة حاول قسي كما أول مسابي خوية تحاويل المسابي حنفي أم روايتان تيري البرامبري أو روايتي كاني ترى بنابر أما صحيح وسب أما هر أو روايتي درستك لحلال إني كاتي غير إحرامة أو يكردوا الروايتي كتري سناني بيهقي لرقم 4209 أفرمي أخبرنا أبو علي الرزباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن رجل عن سعيد بن المسيب قال وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم لم روايتك سندكي رجال كاني مشكل يعني بلام فقل لبي إسماعيل بن أمية عن رجلين عن سعيد بن المسيب ليرى سعيد بن المسيب أو نفر مجهولة لبي أجهاء أم روايته بقبولني سعيد بن المسيب يجي ابن عباس وهمي كردو لم روايته لروايتي بعدية سندك متصلة بيتو إمام بيقي تيريتو هزار أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الله السوسي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا عبد القدوس قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم مر روايتك عطاء لابن عباس قال فقال سعيد وهل ابن عباس وإن كانت خالته ما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعدما أحل وهل ابن عباس عفوا وهل يا وهم ابن عباس وإن كانت خالته ما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعدما أحل جاء ابن عباس وهمي كده حتى تبني سعيد بن المسيب كإمامي تابعين حتى لحضور الصحابة في تويدا يعني وتي أنا برون لسعيد بن المسيب وسعيد بن أوانا سعيد كي يقوله أبيني فس أو إنا أو روايته وهميات يعني ظاهرا ابن عباس وهمي كده روايتي كتري شس أو إشتانا ببيرمو لرقم 4211 سنن بهقي أفرمي لطريقي حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم لعائشة فلام أم روايته خطايهات يا أويك وعائشة كوتو خطاس أم روايته مرسلة لابن أبي مليكة قلت بس ابن أبي مليكة هل ابن عباس قلت بيتي بس أما خذ إمام بهقي فرمي إنما يروى عن ابن أبي مليكة مرسلا وذكر عائشة فيه وهم أما كذكر عائشة ياكوتوا وهم بس أو باب زانينك وتازت شن قولك نقلك على حضرت علي عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وغيره وتيانا أجر كسيق لحالي إحرام أزدواجك بس ندي صحيح نقلك على إمام عمر وهروى إمام علي كسي لحين إحرام نكاحك نكاحك يتشيكين أن أباه تزوج لجريانك إمام عمر راوية جيجي أن أباه تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب رضي الله عنه نكاحه وهروا لإمام علي أن علي رضي الله عنه قال من تزوج وهو محرم نزعنا منه امرأته ولم نجز نكاحه وهو قول الحسن وقتادة بس أملا مبحث بزانك موضوع نكاح محرم هر او مساله کله سر جمهوری لسره ان شاء الله او قوی ترو ادلکان یوانش من بو هاردو کبزانن خب
تنبيه إذا فقدت هذه الشروط التي ذكرت في ولي قريب من الأولياء انتقل حق الولاية إلى الولي الذي يليه أغاهيك أغاداريك أغر أم شروطانيك وذكر كريال ولي نزيكترا موجود نبو مثلا لبابايا وكو بيجي مسلمان نبي نازانم بالغ نبي حد شيء تتو بالغ تصورنا كري بابا بالغ نبي وكنشكي جاي بحدين محرحال انتقل حق الولاية إلى الولي الذي يليه ممن توفرت فيه شروط الولاية كاملة لوانيك وشروط ولاية كاملة تيا موجود بيت إلا المحرمة ما جا محرم نبيت اللي را محرم انتقال نابيت شو إحرام اشتكي تولانينية فإنه لا تنتقل الولاية عنه إلى الأبعد منه شو أما منتقلنا ببوكسي دورت الأو ولي إخوات الأو لأن الإحرام لا يسلب الولاية شو إحرام ولاية سلبناكا لبقاء الرشد والنظر شنك أو بياوه نوز راشدة أهل تفكر وتدبر نظرة وإنما يمنع النكاح فقط هي لو كاتك والإحرامانات واني جنك كنشك كيبدات شوية موليتك ولكن ينتقل حق التزويج إلى السلطان عند إحرام الولي القريب بلا حق تزويج لرا منتقل إبولاي كي السلطان أجر أم ولي قريبة شبو لا إحرام أبو خب أقسام الولاية كند نوع ولاية ما نزل بحث نكاح فإن تنقسم الولاية في الزواج إلى قسمين ولاية الزواج بو تقسيم بدو قسم الأول ولاية إجبار الثاني ولاية اختيار ولاية إجبار يعني كي ديارة للبزكية يعني ديارة ولي أتواني أو موليي خويتي كان مجبور بكا بزواج حتى بخويشي رازي نبي ولاية اختيارنا تاخوي اختياري نبي أو موليي ناتواني بداتش خوام ولاية إجبارة چيه بو كي هي أثرمي وولاية الإجبار ثابتة للأبي والجد أبي الأبي فقط ولاية إجبار فقط بو بابه وبو باوا كيف بكات بابي بابا نبابي دايك فقط ولا ولاية إجبار لغيرهما ولايتك إجبارة بو غير أمان نية إسأم ولاية إجبارة بو كي هي چونة وولاية الإجباري إنما تكون في تزويج البنت البكري ولاية إجباري بو بابا وباواهية فقط بو بشوداني كنشكي بكرة يعني كنشكي قبلا شوي نكرد به صغيرة كانت أو كبيرة عاقلة أو مجنونة فرقناك صغيرة ببشكلة بي بالغ بو بيت شت بي عاقل بيت شكرا ممكن بي شت شو ندريت شو ممكن كسي شوي كي شتي اخرا لا اينيك اخو خوي بو فيها بيتون بيداتش هس تو بيني مثلا بياهوية ناقصة رواجني ناقصة خواس دي فلأبيها وكذلك لجدها بنابرين بكر بو فرقناك الصغيرة بيا كبيرة بي اتواني ببي رزايتي بيداتشو يسمى بحثي لسركين فلأبيها وكذلك لجدها أبي أبيها أن يزوجها بغير إذنها ورضاها پس بو بابي وهروها بو جدكيك أكات بابي بابي هيك بيداتشو ببي إذني خوي هروها ببي رزايتي لأنه أدرى بمصلحتها چونك أو بابي أو باوا أدرى عقادارتر شارزاتر بمصلحتي أو كنشك ولوفرة شفقته عليها لا يختار لها إلا ما فيه مصلحة لها لوفرة يعني لبر بوني زوري لبر وجودي فري شفقت للاي أم إنسان دا لبر هبوني شفقتك زور لسر أم كنشكا للاي أم بابية للاي أم باواية قطعا بو أو كنشكا انتخاب ناكا مقر كسيك ومصلحتي أو كنشكا تيابت دليلي شيان چي ليرا كأم مسألة كمثلا مذهبي إمامي الشافعية أولا كنيشكي بكر بيت غير بالغ بيت بإجماع زانايان بابا أتواني بيداتشو ببي إجازة كنيشكي بكري غير بالغ أما كنيشكي بكري كبالغ بوشي مذهبي إمامي الشافعي مذهبي إمامي مالك مذهبي إمامي أحمد بن حنبل للرأي مشهوري مذهبه ألين بلي أتواني إجبارك بلام مذهبي حنفية والروايتك لإمام أحمد وقيل كيج نقل كراو لإمام مالك ومذهبي الزاهري كان واختياري ابن تيمية لسر وسا كنيشكي
باكرس و بالغ بوا بابا نتواني با اجبار بداتشو همو يعني اتفاق نظر يعني زبو كي بو غير بالغي بكر ولي بو بالغي بكر اختلاف هي جمهور يجن نتواني بداتشو بابا و باوا ببي اذني مسابي حنفية او كسانيك اشارن بو كردن اجن ناكري. ابن تيمية رحمتي اخوائي لبي لكتبي مجموع الفتاوى جلد سيدو لافري بسوچوارا فرمي اجماعي علماء نقل كردوا نقل ابن تيمية رحمه الله اجماع المسلمين على ان البكر البالغة ليس لغير الاب والجد تزويجها بغير اذنها. اجماعي نقل كردوا بكري بالغ بو غيري بابو بو غيري باوا كزنتواني ببي اذني خوي بيداتشو تازل باواكي چابر قيل هي بالغ وصاحب بو باباكيش بو بالغ صحيح. وهبشني يجي الشرع لا يمكن غير الأب والجد في إجبار الصغيرة باتفاق الأئمة لمجموع الفتاوى جلد السيودو لأفري بنجاو حفت شريعة إجازنا دابو غيري بابو غيري باوا كنيشكي بشكلة بإجبار بيداتشو باتفاق الأئمة هروها الواتك اللي راوتيتي باتفاق الأئمة لما بحسي سيبي صغيرة دا اما اقين الله سيبي صغيرة يعني فرض كنش كيف منالي درياغا شو يسا سيبه لباكري كوتك لوي دا قصهية لما سبي ما مشافعي وغيرة دا سيبي صغيرة حتى ابو بابنية سيبي صغيرة او يسا بحسي اكين اوان تن التي ام اجبار والتي عدم اجبارك قصين لسرة ايا الات سيبون يا بكربون يا بالغبون عدم بالغبون لما سبي ما مشافي علت بكربونه اگر بكربو اتواني سيبو ناتواني حتى وسا سيبي صغيريش بابا ناتواني بيداتا شوبا بإجازة ولما سبي امام ابو حنيفة ما سبي امام اوزعي اتواني اكري سيبي صغيرة ببي اذني بيداتا شو ولي اگر قوربو خياري هس كي يسني بلو خياري هس اتواني بيجي منو سقرك من يجي عبمو فسخيب كاتو اما اتوان مراجعكم بفتح الباري جلدي نولا فرين ودوهشتو كتباني تر همچنين لكتبي توضيح الأحكام جلدي فنج لابريديوس وحفتاو دو أفرمي اختار ابن تيمية عدم إجبار بنت تسعين بكرا كانت أو سيبا فلا يجبرها أبوها ولا غيره إلا بإذنها وهو رواية عن أحمد بحسي وثي تبرو كنشك قيقى حدي بلوخ آيا بابي أتواني إجباري بك يجي ابن تيمية وتيتي خير قولك إيش الإمام أحمد جاء ابن رشد مالكي رحمتي إخوائي لبي لبداية المجتهد لابريسي صدو حفتا وفنجا فرمي اتفقوا على أن الأب يجبر ابنه الصغير على النكاح أتواني كري بتشكلي إخوي مجبور كالس النكاح يعني با أخوي شي قالكي نجني ببخوازي يعني غير بالغ وكذلك ابنته الصغيرة البكرة همشنين كنيشكي بتشكلي باكريشي أتواني مجبورك ولا يستعمرها أصلا ليشي نبرسيالي تو أمرت شيئا تو تشيجي أمامه همشني أفرمي لصفحي سيصدو حفتو شوارا اتفقوا على اعتبار رضا السيب البالغ اتفاقي زناني لسر السيب بالغ جنك قيقى بلوغ سيب قبلا شوي كردوا إذا طلاقي قلتا شوي مدهاتي حتما نبيخوي رازي بيت كزنا تواني بيداتش بإجماع زنايا لقوله صلى الله عليه وسلم والسيب تعرب عن نفسها إلا ما حكي عن الحسن البصري ما كقوله الحسن البصري نقل كرياجا ظاهرا أو تيتي أكري ولي إجماعي لسلا إمام نووي رحمة إخوائي لبي لعون المعبود اللي تيريته للشرح الحديث الرقمي بسيدوها زارو سادو بسيدوها فرمي أجمع المسلمون على جواز تزويجه بنته البكرة الصغيرة لهذا الحديث إجماعي زانين لسلا إجماع زانيان لسر بو بابه هي كنيشكي باكري خوي بدات شو لبرام حديثة كام حديث حديثة كي حضرت عائشة كي إجي منو صالبهم لصحيح بخاري وارد بو منو صالبهم شو كرد ببيغمبر عليه الصلاة والسلام شو صالبهم مني عقد كرد نو صالبهم بردي بولاي خوي إجي تبقي عم حديثة وهي بنت 7 سنين لحفصة لقيا أقلتك هكذا وإذا بلغت فلا خيار لها في فسخه عند مالك والشافعي وسائر فقهاء الحجاز وقال أهل العراق لها الخيار إذا بلغت والله أهل رأي فرمن شي أهل العراق أقر قي سني بلوغ خياري هس فسخي كاتو ولجمهور جنة حتى خياري شيني فسخي كاتو بكري شي صغيرة
لموسوع الفقهية الكويتي جلد يجلوك لابره 259 عليه اتفق الفقهاء على إثبات ولاية الإجبار لبعض الأولياء على بعض المولى عليهم اتفاق زنان لسر ولاية إجبار هي لبعض حالتك كان اتفاقي لسر ككام أمبك إس إشاري بيك همچنين البسام لتوضيح الأحكام جلد يباني لابره 257 تيرتو أيجي ليس هناك نزاع بين العلماء في أن البالغة العاقلة الثيبة لا تجبر على النكاح حيث نزاع كينية جنيكي بالغي ثيب كزناتواني مجبوري كالس النكاح وليس هناك نزاع أيضا في أن البكرة التي دون التسع ليس لها إذن فلأبيها تزويجها بكفئها بلا إذنها ولا رضاها نقل ابن هبيرة وابن رشد وغيرهما الإجماع على ذلك كنيشكي كي خواري نوصاليج أتواني بابي بيدا بشرته إذا شرطة كان لخواري شاته بيدا بكفء ناك بيدا بهركسيك بكفء بيدا وانا ببير رزادة توان بيدا تشو إجباعي لسن نقل كراوة بلان تشروتك يس با من أولا اختلافك لن بابتا لباري وارد بوا آيا مثلا إمام الشافعي جمهورو تيانتي بكري كبيري جتواني تيبكي أتواني مجبورك بابا تواني مجبوريك لم بابتا اختلافك وطمان مذهب امام ابو حنيفة وشنكسي كتوتا بكري كبيرة ناتواني مجبورك ليرا ابن تيمية برحمد بي اختياري اوسائك بكري كبيرة مجبور ناكري لسن نكاح مقر رزاياتي بي اما قولي كيشة قولي امام ابو حنيفة ومذهب امام ابو حنيفة روايتك لامام احمد روايتك لامام مالك والقولي مذهبي زاهري كانيشا أما مذهبي بعديك مذهبي جمهورة مالكية وشافعية وحنابلة إجن أتواني دليل كانيان تشير دليل كانيان أوانيك وإجن أتواني مجبوريكا أم حديث ساء عن ابن عباس رضي الله عنهما كلكتبكيش كانت وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها والبكروت تستأذن في نفسها وإذنها صماتها أيم يعني جني سيب أو خوي بو خوي أحق بنفسي خوي تا خوي إجازة ندا تا خوي نيري كسقين بذاتشو بلان بكر تستأذنو يعني شي يعني بسورة استحبابي حمليان كردك إذ دعوي إذني لي أكري أرير الله تحزيجك يعني وتيانا أم استئذانا أم طلبي إذنا استحبابا وجوبنا قيني أو سهر ساكتيج بكفايتك تو أتواني بيديتشو وتيانا حديثة جنكاني كذلك دو دسو يقصك وجيها واقعا تماشا القرار هر دويان ببي إذن ببي إجازة ندرينا شو تي اي شون تقسيمي كل بيغمبر عليه الصلاة والسلام أفهمي سيب أشي حتما خوي قريكي بي ولي بكر شي استئذاني لي بكر يعني بسلتي استحبابي واقعا حديثة كاما أقيني وهر وها استلال يعني كذا بشي وتيانا لرا بيغمبر عليه الصلاة والسلام فرق يخصو بيني بكر السيب لحديث كثيرات ولا تنكح البكر حتى تستأذن ولا السيب حتى تستأمر بكر ناخو أزرد مقر استئذاني لبكري ولي سيب تستأمر طلبي أمري لي تو خد أمركي من بودمشو فالفرق يخصو لحديثك كحديثك متفق عليه نقل مكربوتان أواني شكواعي جناتواني مجبوريكا بشي استنادكا ألين أم حديثك لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا السيب حتى تستأمر وتي أن يرسل دي إذنكي تشون وتي إذا سكتت ساكت بي ألين أم حديثة أمري كرده باستئذان طلبي إذن صريحة لنفي إجبار فس كوابد لرا ناتواني مجبوريكي بلا ما أرزم كر حديثك تشيكا جهائيني قخا واستنادش بحديثك تركا حديثك لا سنن أبو داود وإمام أحمد وارد بوا سندكي صحيحة أفرمي ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم أفرمي ها جارية بكرا كنشكي كي بكر هات خزمتي في غنبر عليه الصلاة والسلام يا رسول الله عليه الصلاة والسلام بابا من داوة شو لحالك بإجبار دائما من داوة شو حزمنا كذا فريم في غنبر عليه الصلاة والسلام مخيري كذا حديثة كيش سندي صحيحة
إجا هالي رام حديثة پیغمبر عليه الصلاة والسلام بابي داننا كبتواني مجبوريكا بلام أم حديثة أولا قسهز لسريويك مرسل بإمام أبو داود تيتي مرسلة أبو داود وكفى به علما أبو داود لسننكي عليه لم يذكر إكرمة ابن عباس هكذا رواه الناس مرسلا معروفا يجي إكرمة لروايتي كتراها تو من روايتي إكرمة لابن عباس إكرمة لرا ابن عباس نقلك ذكرنك هاتشان لولا هاتوا بس أكثر مردمي بمرسلي نقلي كردوا بس جاري خدي حديثك قصها الزسرويك منقطع به تابعي نقلك على پیغمبر عليه الصلاة والسلام. ثانيا حديثك الجيجاي كترا حديثي كترا توك والله اعلم هل همان حديثه مطلبك روشنا كاتو لكتبك ايش ما ناخذ من تقول منجي ايش نبي انا عائشه رضي الله عنها قالت جاءت فتاه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابي زوجني ابن اخيه يرفع به خسيسته فجعل الامر اليها ها خوين مان وثمان لبابي كفاء أفرمي كنش كهادو تيار رسول الله بابم عليه بابم من داقة برازاكي كما الشأن مكانتي كوينين يلا جامعتها بوسيلة من جيغا وجايغا يبيبا أفرمي پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرميكي فجعل الأمر إليها خيرها الله أعلم أم حديثها رو حديثة بيت كتازه وحديثك قيلي تيعي مرسل بي نبي والله أعلم حره أم همان حديث بيت كما دام أوها تبين أو قوينيه أو حديثة استدلالي بيبكن قوي نية الاستدلال يجب حديثة كثيرة كان يجن خنسائي كشي خدام هات وتي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام بابا مني داقس الشو بإجبار سيب يجبو خنساء يغنبر عليه الصلاة والسلام رد نكاحها تقول رأم السيب بو قال ان فرقناك السيب بكري ولينا فرقي هي بس أميشة إن كان يعني ونهاية يجن بقياسي جستناده كان يجن هروكو چون بابا ناتواني لمالي او كنشكا ببي ازن تصرفي تيبكا مادام بالغه دي جسمي و بدني او لاتر لمالكي كم قياسي كيشات قويج بي نهايتا وقت ام اختلافه او انده قوية ليرا اختلافه موجودة جمهور وايانت دي ما بخو اين اقنية بتهب الدنيا امرودة بس سمري خلافة كتشي سمري خلاف زين شيء أجا هاتو لمذهب حنفية كنيش كي بك باكرة بزور درابشو أو نكاح دانا مزري يا أجا لمذهب شافعي درابشو دا مزري تيجي سمري خلافة كامسة وهروها مبحثي أمي شكا إيسا كما دام خلافك وعينة قوي لسنة وصب بإجماع زنايان مستحبة هم بشكلك هم جوري باكراته طلبي رزعتي تليبكي رول خوش درازيته خوش تبيت خوشة دي كوابك مستحبة معمولا بابيج أوش ترعيته كاب رزعت ولي دقتك يجرك إيش أوش بتعني ذكرك إن كوف إهاتي ببيعي ريكو بيكاتي بحمشتي كهبي كانش كبه جي قيلة قيل دربي رو بيجي من نايكا مثلا دين بابا مصلحته أزاني جي ترولا بشاوي آوائنا خاسر قيل ناكي مثلا إسا آيا خوي واقعان راشيدة نبي أو كانش كبه خوي واقعان جير نبي خوي مثلا تجربي نبي أو بابا بيجي من أزانم عيدام في دعاي خاصة ومشكلي حلوي بس هي أما وشي هس حتى بوكي بو باكري ولي أصلا واسا إذني لي بقيريت أي بحرال مناتي حكم كان شيء اختلافي لسه لما سبي ما مش على مناتك هيك لوتة بكربون إجى بكربو بتشكلبو جوربو فرقناك لما سبي ما مي أبو حنيفة وذكر ديانة شيء كديانة غير بالغون مناتك يعني كلوتة غير بالغون أنا جن غير بالغ بو سيب بو يا بكربو أتواني بيداتش خب ليه دام اكتبك أنا عليه واحتج لهذا بقوله صلى الله عليه وسلم احتجاجيا بم حديث كردوه الأيم أحق بنفسها من وليها وإذا ما كيك لولا وتي والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها وتيانا وسيأتي بعد قليل فإنه يدل بمفهومه ها
أم حديث بمفهوم كي خوي دلالتك على سرويك أن البكرة وليها أحق بها من نفسها. أه؟ وقت أفرمي الأيم أحق بنفسه من وليها يعني شيء مفهوم كي وسب بكر ولي كي أولاتره. أه؟ لأن الأيم هي السيب وهي غير البكري. أيم همان سيبة كي غير بكرة. لكفاية الأخيار لا بريش وأرسل سيدو أفرمي. وأما السيب أي العاقلة فلا يجوز تزويجها إلا بإذنها بعد البلوغ، وإذنها النطق لقوله صلى الله عليه وسلم السيب تستنطق ولا استنطاق إلا بعد البلوغ بالإجماع، فإن كانت مجنونة أو صغيرة جاز للأب والجد تزويجها لا لغيرهما. إجي سيب يعني جنك سيب بيت وعقل بيت جائزني كسبي داتا شو دواي بلوغي مقا بإذن خوي إذنك إشي وصل بزواني خوي بلي إذنها الاستنطاق يعني خوي بزواني خوي بيجي ومن رازمة استنطاقك إجني مقا دواي بلوغ بإجماع شون من ال تواربي بيجي ترازيت ترازيتني حالي نية من عليكي مصاحف سالة هش سالة نو سالة ده سالة يانزة دوانزة چي رزايتك إيشي إنكي أزواقا چر رشديكي فكري كردو كيس رازي بيا رازي نبيت لا يوم طلبتي تبرو بيخنا بير بحثك يكون ازدواجي منال او شون شاركي بيكين. خب لكن شرط لكتبكتنا لصحة هذا الإجباري ثلاثة شروط. بلا شرط يانداني اقا بصحة ام إجبارك بابو باوا اتواني بيكا تازا باوا ايش مسابي حنابلة لسر مسابي مشهوري مسابي حنابلة لسر مسابي باوا بوينية ولاية إجبار فقط بو بابي. فلا مسبي إمام الشافعي روايتي لإمام أحمد بن حنبل مسبي حنفية واختياري ابن تيمية يجيب باوايش بو يكري ولايتي إجباري هي باوايش. خب إجيب لكن شرط لصحة هذا الإجباري ثلاثة شروط. بلا بو صحة أم إجباره سي شرطين دانياقة. الألف أن لا يكون بينه وبينها عداوة ظاهرة. أه؟ يك بين أو بابا يا أو باوا و او کنیشکه و عداوتی که آشکار نبین. این هر به هر دلیلی که بوده. این که برای دشمنیتی هر مجبوری که بیدا به یکی. با ان یکون زوج کفئن. او پیاوی که اتو تداوی امجنه کفئی بید. با شرائطه که لکفئه هات. جیم ان یکون زوج موسرن بمعجل المهری. او که برای کتیت. او ایت زوج موسر بید. موسر یعنی چی؟ دارایی بید. دارایی بید. انسان یک بید صلاتی مادی هبید. او اندیک که بتوانی معجل المهر مهری که پیشل زوتر بیده یعنی زو مهری که بده معجل یعنی چی؟ او یک وا کوتوتا پیش و زور زو ادری وانه بی مثلا وکوی سعر فی مناطقی ایمه معمولا واسه که کسی جنه اخوازه گرجی گشتی ماره که پی ناده عرف هر واه هاتوه ام ابی جور یک بی هر ایستا ماره که هبی بیده تبی یعنی چی؟ یعنی کاملا ظن و گمانی ظلم و اجحاف لحقي او كنشكه شي نما بيت بروا كنارو اي الترغيب في استئذان البكر في الزواج باوس في امكه معجل المهر يعني كما ليك زو بيبدا ني خات دوا ويجب تاكاتي طلاق نظام يا غمر دي اگ شي هاي سفيبا ترغيب اجكرا ولا اويك استئذان بكر لزواجه يعني شي تبل بكر اسال مثلا شافع الجمهور بابا أتواني بإذني بداتا شوالي للشرعة ترغيبي لسر كرياجة كتو إذني لي بقري رضايتي جلبكي. إذا قلنا إن ولاية الأبي ومثله الجد أبو الأبي هي ولاية إجبار أقوت من ولايتي بابا هروها جد إجبابي بابا ولايتي إجباره فليس معنى ذلك أن الأفضل أن يجبرها على الزواج معنى أمن يك أفضل وسمجبوريك لسر الزواج ويهمل رأيها أصلاً بوي مهمنا بالرأيك هيتشيه إهمالي بك بل الأفضل والمستحب أن يستأذنها في تزويجها بلكو أفضل باشترا وسه طلبي إذني ليبك على بشودانيا تقديرا لها وتطيبا لقلبها تقديرا لها يعني شين ويك قدري بودابني ريزي بودابني احترامي بودابني روها شي تطيبا لقلبها ضلي بيريت الدس ضلي تشيبك رازي بك بمكاري حر خوشة اي تازه اما اتفاقي لسره ابن قدامي حنبلي للمغني جلدينو لابرتش وارسدو فنج افرمي لا نعلم خلافا في استحباب استئذانها منزوليش لاستئذانها كي جماعة الفقهاء بكري كبيرة
اینا بکری صغیره بیچاره استئذان و غیر استئذانی حالی نیه. حالی بوی بکری صغیره هر چت حالی نیه تا تو بگی رولا پیت خوشه مکوزه بیم شکلات تپی بیم پیت خوشه تیگی؟ بحثی بکری کبیره است که حالیه. پس لا نعلم خلافا في استحباب استئذانها فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر به ونهى عن النكاح بدونه وأقل ذلك الاستحباب ولأن في تطيب قلبها خروجا من الخلاف وبوي شام استئذانها خروجا من الخلاف وخروج من الخلاف بإجماع مستحبة. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر حتى تستأمر أو الأجنسية تستأمر درزنية حتى تستأمر شو حتى تتسري حتى كها تسري في علي مزارع أني قلبي مقدرة أفرمي أيم نادري بشو مقر شي مقر تستأمر تستأمر يعني طلبي أمري لبك يعني أمرك كيف يغمر على نسان داقة دسي أو خوي صاحب أمره خوي صاحب أمره أشي خوي أمرك أميري خوي لبي أويا ولا تنكح البكر حتى تستأذنه وبكريج نكاح ناكري مقاتشي تستأذنه طلبي إذن لبكري. قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام وكيف إذنها؟ قال أن تسكته هر أويك الساكت به كفايتك شن سكوت معمولا نشاني رزايتي سكابرا ممكن بيش دينا من اللي راس سكوت نشاني رزايتني بحثك والي رها هر أميش أخوي قرينة زسر أوه هر أخوي قرينة زسر أوه كي استئذاني يا ببي إذني بكريج بابا أتواني بيداته كوا چون معمولا صدرست سكوت بمعناي هميشه بمعناي رزايدني ولي چون كليرا أصلا مسألك بابك أتواني ببي إجازي خوشي بيداته شو أم سكوت ليراتر بمعناي رزايتكش حملة بي اينا اگر آوان نواية بكو سيبك حتما بكو إنوتي لكفاية الأخيارة ولا استنطاق إلا بعد البلوغ بالإجماع إذنها النطق حتما أشي قصبك ولا حد زكيش عايشي خوي بخوي أشي قصبك شون سكوت نشاني إنية فهذا أول شيء قرينية ككبالي ليرا واجبني حتما خوي رأي إن بيت وتأما فقهاي كباري أمة أم فحمي عن كذبة أغانيك وفحولي زواني عربي بونو فحولي أصول بونو شريعة بونو رواه مسلم النكاح باب استئذان السيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت يا استئذان أبلي والترمذي باب ما جاء في استئذان البكر والسيب وروى مسلم باب استئذان السيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها أيم جنك وسيبا خوي بخوي أو لا ترتا وليكي يعني قصي ولي ناتشي تسر قصي أو قصي أو بيجاكي رضايتي أو بلان بكر تستأذن بكر تستأذن في نفسها إذن لي أقري لباري خويا كبي دين شو يعني دين وإذنها صماتها يعني سكوتي أم حديثيش صحيحة لمسلم والترمذياته الأيم في الحديثين هي السيب والحديثاني محمولاني على الندب في حق البكر أم دو حديثة حمل لسات شكراون للا جمهورا لسبو بكري بالغ حمل لسات وكراون كي مندوبة مستحبة بو بكر بتاني ويتك بكرة شون بكر وتمان صفاتي كوا لمؤنسة هيو بو مؤنستي تو مذكري نية اتر قريكني علامة تأنيسي بو بكر وكو شون يجي مرضع حامل طالق دي بكر اما مندوبة هني بكي اي ولايتي اختيار شيه ولاية الاختيار فهي ثابتة لكل الأولياء الذي ذكرناهم وعلى الترتيب الذي قدمناه ولاية اختيار ثابتة بتوعي أو أوليانيك يعني هوي كبيك أتولي خوي بداتش بتوعي أو أوليانيك ذكر ما انكردن بو ترتيبيش كذكر ما انكرد وولاية الاختيار إنما تكون في تزويج المرأة السيبي ولاية اختيار لبحثي بشوداني جنيكي سيباية كخوي بخوي مالكي خوي يعني اللي لا منزول شيء خوي بخوي أشير رازي بيت فلا يصح تزويجها من قبل أي من أوليائها ولو كان أبا إلا بإذنها ورضاها جائزني بشوداني لجهتي لجانبي هل يقل أولياء كان يا هر كاميان بيت حتى أقرب بيج بيت
مجا بإذني أو برزايتيو. ودليل ذلك حديث مسلم والترمذي السابق أو سابقا نعتبو حديثك لا تنكح الأيم حتى تستأمر. لا تنكح الأيم حتى تستأمر. أوانا أجن نسيت تستأمر وأنا تصحيحك أيم نكحنا في مجتي تستأمر. وحديث مسلم والترمذي أيضا الأيم أحق بنفسها من وليها أو حديث كيس خنا. والسيب هي التي زال إذا السيب تعريف كي السيب كني رام مراد أمسه هي التي زالت بكارتها بوطء حلال أو حرام أو جنيك وباكربوني لبين شوى بدخولكو كو دخولا شح حلال بو بيش حرام حتى أجل زنايش كرد ببنا برخوا حر سيب حسيب بين لنبابة تدا لا بمرض أو سقطة أو غير ذلك ناويك بنخوشينيك يا سقطة مثلا كوتينيك برينيك لشوينيك يا أمثالي أمانة باكربوني لبين شو بيشون او باکربونه توانی لب پرینه کیج مثلا که منال بوه بعضی کی بردوه پرده کی ناسک او پرده پارا بوه یا نخوشینه کی و پیشاتو یا هرچیک او سیب حسیب نابین ای نام توتی که چپ کنیم الحکمت من استعمار السیبی حکمت چیه که بو سیب او سداواک راوک خوی ازنی بیت يا أمريكا الحكمة من استئمار السيب وعدم تزويجها إلا برضاها هي أنها عرفت مقصود النكاح أو سك أمجنا مقصود نكاح ناسوة كعبارة التي نزديك الجماع بنيتي دركي كردوة لذتي تشتوة فلا تجبر عليه إجباري لسناك في خوي حالية جريانك تشية شبتشية ولأنها لممارستها الزواج لا تستحي من التصريح به. شون كهمشين قبل الزواج كده إيش حياني قسناكاتو صراحة نيجتو بعكس كنيشكك بخلاف البكر فإنها تستحي من التصريح به. بكر كان الزواج نكده حياك ألبتة زمانك إسلام اللي بين مانا الحمد لله حاكم بو إني بو أو بو. واللي سمت أسفانا شادم حياة حنا ما بيت فنا برخو. حتى على توصيف پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرمون او الحديثة اوانا با حيابو وكو بلا تجبيبه كنشكي كي دوشيزيشو نكردو چون با حياسو ناية درناو خلقي رسول الله اصلا اوان دا حيايبو حيا شرمو حيايبو ليس كوا ايسا كفر عالمي واستعمار عالمي كاريكي كردو حياو ديانتو حجابو چيو 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 حنا مني تنابر خوا كمواقعا مسؤولتي امين مسلمان لقبالي أمتك كمان لقبالي ملتك كمان بيش اسبيج هناك كزحمتي بوكيش تزويج السيب الصغيرة أي سيبي صغيرتي آية أتواني بداتشو جاء السيب الصغيرة التي هي دون البلوغ لا يجوز لأبيها ولا لأي ولي من أوليائها تزويجها حتى تبلغ سيبي صغيرة ها أويكوا بتشكلس يعني شو بتشكلس ترى وشو ببنى عليه نوز بالغ نبو سيبة خوب اما اترد ايسا طلاق درياغا شوي مردوه هاتشي ما دامنا قيسني بلوغ جائزني بو بابي وحتى بو حج كان لأولياء كاني بشوي بدام اقر بقاته بلوغ ايج ابوني وتكب اجازي لي بقريتون مناله ازني نية منال هنوز ازني نية ما دام كيسة من الله هنوز إذني نية إذنك بدر ناخو بس يعني شيء لين لما سبي مامي شافعية ولما سبي أو زناني كلا سلام رأيين مناتكين بردو تسري تي بكر سيبو وكان باكر أو حكمي هس حديثة كوتي تي أيب سيب ما دام مش السيب أمسي الله ما سبي مامي حنيفة إن كيت ما شاكر ذي حكمة كيت ما شاكر هو وتيوتي تي وتيوتي بحث بالغ وغير بالغ بونا أو صح تابو السيبي صغيرة جيجي أتواني بديت شو ببي إذني ولي قوربو خوي خياري هز أتواني فسخي كاتو هز لما سنبي مامي شافعية وتريتشي نا حج كزنا أتواني بديت شو تازا إذني شيني بيجي تو إذن دي حالي ناوي من على جاري تشخيصي صحيحيني لأن إذن الصغيرة غير معتبر شونك إذني منال معتبر نية فامتنع تزويجها حتى تبلغ بس بشوداني ممنوعة تازا ما نقاط بلوغ فيكون إذنها معتبرا تا إذنك معتبر به لا لرى نقطة إشاريكي شبك أه
مسئله ام مسئله اشاره کی پیپ کم امی که مثلا او تری کنیشی غیر بالغ بدری تشو وانه چون آیا لشرع اسلام واقعا اما جایزه یعنی اولا لآیتی قرآن وارد بوه آیتی قرآنی لسر سوره مبارکی طلاق آیتی چوار افرمی خواهی گوره واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن أو جناني كوا جيجن السن يائسجي أجر عدتان عدكي مشخصن مبوتان ليراتشي سيمانك وأو جنانيش كنا جيجن السن يائسجي عدان شيء سيمانك يعني أما آيته أما أجينيكي کنیش که کیش که حتی نگیگ سنی بلوغ دراو بشو شوی کردوه ولی تقریبا باور نکم هیچ کسیش مطلب اینه دا خلافی که ببی که زمان اصطلاحا او کنیش که ادری دسی او شوی و تبرون مالی خویانو و که جنو شوی که این کن بمعنی او که نزدیکیان هبید که لحاظی جسمی لحاظی بدنی گیی به حدی که پی توانی او کاری هبید او باب زنن و جریانی حضرت عایشه لصحیح بخاری مسلم وارد بو افرمی تزوجنی رسول الله صلی الله علیه وسلم لست سنین و بنا بی و انا ابنت تسع سنین پیغمبر علیه السلام منی عقد کرد لشش سالگی ابو لامکاتی منی بردمالی خوی نو سالم بو لمناطقي كا قلتوا بريت مشاكل مناطقي هنا بيني كنيش جيت السن بالغمي ولي خو نكتي والي را إيسا ك مثلا بيني عرف وعادات ومباحثانك على آل زماني إمام كار بكري تقريبا زوريني علماء إسلامي رسالة من كم كار ناكر حتى حكومة كانيش لبرشي أولا عرف وعادات تغييري كردوه دوري بوا وعرف بوا بعيب يجنبوه عيب يجنبوه خوي سسوا على مسألة أم آياته وتيسي واجب جني غير بالغ بخوازي نيبتك أم آياته وتيسي قدك أم آياته وتيسي مستحب جني غير بالغ بخوازي نيبتك أم آياته فقط بحثي وكا أجر جني بالغ كسي جني غير بالغي بو أم ورس يعني لأصلها ما دامك أو كنشكل لحد كابي بتواني او مسؤوليه تبواتر او بحال وكو جنك حسي وبكريتك او شويه شتيكي جايزه الاصل شتيكي جايزه وليس ام جايزه ام جوازه ابي شرايته تعتبره شي عرف مصلحه جامعه همي زديسي توكك نكري ولي شرايط بو عرف جامعه مصلحته بشتي قبولي بو ليه لسه جوازك يا خوي منيتو والظلم هيك يجنا شو بو هنا إذا كبرام ممكن بيجي ده ظلم شو سؤال مثلا بوشي أم بحسب كم مثلا أمكن يشكى بو يجين غير بالغ ونادر تشو شو شاد قربو رازين أبو بمينه هو كبابكي فقان بابك يدل صوزة بابه ترى أما باري جرجسي يعني تي كي جرجسي أو لا تدل صوزة ربو ام ايدا بكسي واقعا كف بشائسته بي چي بي چي بي چي بي اسبا او كسب پیغمبر بي عليه السلام كي كي ناراضي بي لو كار اما لم جهتو كجاري مبحث يترها توتبرو امرك ام بحثها توتبرو ام قر مقارد رزبو هاي لإسلاما كنشكي غير بالغو چي بعض اللزاناني معاصر ديدقان امساك ام حديثي ام جريانيك حزتي عايشة لنو صال قيابو ونو صال نبو جماعتك تينيجن هجدة سال بوه جماعتك تينيجن دوري چواردة تا پانزة سالي بوه اوه اكا الروايتي صريح بأم روايته ساك يجي من نوصاله بوه للروايتي كي ترى برداشتهايق اكن كالين تبقي ام روايتانا بيشتر لنوصالي بوه مثلا روايتي كان جرياني سني حزتي اسماء تيرن اجن اسماء نازانم او انده سالی بو وقتی که هجرت بو بینی اسماء و عائشه او انده سال بو نتیجه تن کوابت عائشه لو کاتک ازدواجی کردو سنی او انده نبو بیشتر بو ام جریانی تر نبرو که ام جریانی شه بازم صریح نیه جریانی که تر نبرو او که روژه لعو داعی اسلامی طارق سویدان بحثی کرد و تی چی و تی روایت کس که حضرت عائشه ایجه
من لبيرم بيت أو لبيرم بيت دايكو باكم مسلمان بون كاتي لبيرم بيت دايكو باكم مسلمان بون دوائي جي هميشه پیغمبر عليه الصلاة والسلام سوحان و اوارانا اهد بو مال ما دوائي جي لروايتك ابو بكر صديق كوتر ريح هجرتك ابو حبشه لروايتك اوهدك دوائي فشيمان ابو چيكش ام روايته تيلتو البتا بم لفظه لمسندي احمد واناتو يجي ديها كوابي عائشة جي لبيرم بي دايكو باكو مسلمان بندو اي جرياني حبشه جي نقلك كوابي جرياني حبشه كل سالي مثلا پنج ابوه یا چوار ابوه یا شش ابوه ششی بیعصد پس اشی عایشه او کاته که ایجی لبیرم بوه حدیقل او کاته چوار پنج سالی بو بیت تی سینزه سال لمکه نهایتن وقتی که چوته مدینه نزی که چوارده سالی بوه او عایشه بلام کاته تماشه حدیثه کم کرد حدیثه که اوی لی این ناکری حقیقتن ازانی بو چی لی ناکری حدیثه که اولا چند جور نقل کریاگه حضرت عائشة لفظك وجه لبير من ذلك وباكم مسلمان بون. بام إدامة حديثك لروايتك يا إجى. پیغمبر عليه الصلاة والسلام هاد بمالمان. وقتك هات كاتي هات النبو وتي أبو بكر الصديق كاتي هجرت قريقة. أما روايتك. لروايتك ترى طولاني هاتو حديثك. من لبيرم بدايك وباكم مسلمان بون انجا اجي ابو بكر الصديق الله مالك يا اخويا قران يا اخوان انجا ازيتي انكر انجا هجرتي كربي يعني امر روايتانه صريح مين لسر او كحزت عائشه بيجي من او كاتب بوم او كاتب لبيرم تي كاوا حكايه الرويدا نقلي ما جرى هايك كذا الراويان شيء راويان خصتو انا باليك ونقلي انكردو اگر همون روايته كان او ابوين اريق سكراسو كتو ادود بس كوابي عايشه وقت هجرت كراوه سنزه شوارده صاليبو بلام روايته كوانيه بس اي شيء ام فشاره وامينه سكل سر احدث كامسه انزل البخاري ده لم اعقل ابوي الا وهما يدينان الدين ولم يمر عليهما يوم الا ياتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكره وعشيه فبينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة ألو كاتيجي في غمرات فرمي أزين لي بالخروج لم رأيت أصلا بحسي حبشة اشتي تانية روايتي كتير جي أبو بكر واي كردو أبو بكر ما يكردو هجرتي كردو ديان كردو شي شي دي حكايتك أنا نقلي أنا كا بس كوابي ناتو يعني دكتور طارق سويدان أتو لو إنه وكبيش اشتي كيزور قبيب هيا كردو خير يعني تحقيقي شامل وكامل ناكن لسر موضوعك بس أنا بود جوابي ملحدين باشا ساق ملحد هذا فرقي لدى حالين وبوت أتوين بيجي بلاي من روايتي إيش ما نسيه بولا بامد صلاب ولا هجدة صلاب ولا أما أنا هي ولا تر مسألة كلا أصلا مسألة يجني خو شتيك عجيب غريب بيت شتيك عجيب غريب نبرة شتيك أجر مناطق كذي سجر مسيرية هالشي بيني كنيش لز على حل منطقة خويش ما نبلا ما شاء الله كنيش كي كلاس يسير قدو بالاي أندازي جني قبي هيك كلاسي حفته هشته حلو احساسك اي حفصالس حليوي اما هي بس اصلا بحسي جوازه جوازي موضوعك بشرتي ظلميتي انا بشرتي شيت وليس عرف وجامع وعاده دي 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 انا قبولناك هلي ناقري قديم اما بوه هيج مشكله كي شيت يعني لعرفي او انا لعرفي جامعي او كاتا هيج مشكله انه بيابي 50 سال قال كان يشكي 50 سال دوش هيج مساله انه تازه فر فخر وافتخار يبو كاوري كبو تجني كسي كي فرمانده غوري رئيسي شي امروش حرواسه امروش كابري زور معتبر وغوري بي كوا كان كان يشك فر جوان تازه بيجي حزه كشفي في تازه شخص شخصي پیغمبر عليه الصلاه والسلام بس موضوعك موضوع كأس أو أشي وقت تو خليكي لقل أم الحدانة أم كسانا بحسب تير نبرو أول موضوعك أو توزو بالخاخيك أو خاسي كردو وقر مقالة هي أرايم كي توزك داني شيني تو سحنا كبوي توصيف كي تو كما جرى أواس هو الشرع نيو تو واجبة شان نيو شرحة تو شتيك وا سؤال برون لحازي بزشكي برون لحازي بزشكي كنيشكي لحازي طاقتي بدني قيبي أو حديك بتواني تحملي أو كارب رضایتی خوی بابی ل خوی پی مشفقتره. شخصیتی کیش کتی افضلی اشخاصی عالمه. شیتر ما و تو تولی را مشکلی پی بیم. مثلا که واسه اتر اوی که بو پیغمبر علیه السلام عایشه خواست امری الهی بو. حدیثی صحیحه
أفرمي پیغمبر عليه الصلاة والسلام جبريل عليه السلام هات بولاي عكسي كي بيبو فرمي أما زوجي توس خواه فرمي تي أما جني توي عكسي عائشة بيبو إتا عكسي أكو أمرو يهجي تصويرك تصويرك كي بيبو تصوير رب العالمين خالقي هموشتك أما جني توس إتر لبر كرامتي أبو بكر الصديق مبين لبر إكرامي عائشة مبين حال شيء كتير هاس موضوع كموضوع كم أو أنا جريكينية بوي زور برادري حول دام أصلا بيجي هجدة صالب وشان صالب أو أسماء اللي رأوا عند صالب بابا حديثك السريع إجى من نو صالم وق تقريبا تعبر لأم دوري إما أقل أنا نبوي ولا ما حمو يعني حتى إمام نبي فيلم بدليل أم حديثة إجماعي لسركة أتواني كنيشكي غير بالغ بابا بدا تشو بإذني خوي بس نشتكى أو أرام أرام بخيت ديو إن شاء الله ك ولي زمان يمرو إما تم كارا ناكري چونك عرف چونك زمانة كحلي ناكري كاركي أمشا خلاص يقسك كاركي دو شرعة جائزة شرائطو مكان وزمان ممكن ناجائز يبكى ممكن واجب يبكى ممكن مستحب يبكى ممكن مكروه يبكى أمرو جواس روح مردمك حاليني پیغمبر عليه الصلاة والسلام كاري كي مستحبي ترك كرغة لبرشي لبرو فتنة دروز نبي إذا كاري جائزه كي قيلو قالي شي لسرح النعك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.